السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشرح إن شاء الله المحتوى التاني الخاص بمشروع حضرتك. عندنا المدخل الرئيسي بيطلعني على مدخل خاص بالرجال، منبثق منه مجلس الرجال، وبرده في نفس الوقت هنلاقي الجلسة الخارجية برده من بره خالص، يعني الدخول والخروج ليها من هنا. باركينج أريا، حمام ومغاسل من اللوبي مش من داخل المجلس. بعد كده هلاقي عندي صالة عائلية منبثق منها مغاسل وحمام أعزك الله. الصالة العائلية فيها جلسة، تلفزيون، دايننج روم. بعد كده هلاقي مدخل خاص بمدخل العائلة ومدخل النساء، يوزع لي لمنطقة السلم والمصعد، وبعد كده على الفاميلي سيتنج او يخش على منطقة غرفة الضيوف ومجلس النساء. خلينا نشرحها واحدة واحدة. احنا دخلنا من هنا لقينا خلاص الهول الخاص بالسلم والمصعد، الجلسة الخاصة بالفاميلي، وكل ده مطل على حمام السباحة والإنر جاردن. هلاقي من هنا عندي المطبخ، رايح على لاندري ستوريج ستوريج سوري لاندري وستوريج، غرفة الخادمة والحمام الخاص بيها، وده طبعا المطبخ. بعد كده اخش على مجلس النساء، لوبي هنا توزيع يوديني على مجلس النساء. هلاقي مجلس نساء كامل مع مغاسل وحمام، المغاسل والحمام طبعا بقت خارج المجلس خالص. وبعد كده اخش على الأوضة دي، هلاقي الأوضة فيها غرفة وكلوزت صغير مع حمام، وهنا باب سلايدنج يطلعني على حديقة خاصة بالغرفة ديت. هنا عندي جلسة خارجية ممكن تستخدم للنساء وممكن تستخدم للعائلة مع وجود حمام السباحة والمنطقة الخاصة بالشازلونجات مظللة. بالنسبة لي طبعا في عندي مدخل خاص بالعائلة والسيدات من بعيد خالص عن المدخل الرئيسي للفيلا. بالنسبة للدور الأول طلعنا هنا عن طريق المصعد أو السلالم، هنلاقي في عندي صالة عائلية، غرفة بكلوزت وحمام، غرفة تانية بكلوزت وحمام. سطح المجلس كامل معمول كتيرس خارجي بجلسات تم الاستفادة منه. بعد كده عندي موزع تاني صغير خالص يوديني على غرفة ليها تيرس عن طريق باب سلايدنج وكلوزت بحمام، غرفة النوم الرئيسية بدريسنج كامل وحمام، وطبعا غرفة النوم في هنا باب سلايدنج يطلعني على التيرس الخارجي الخاص بيها. لما نيجي نطلع لدور السطح، هنطلع دور السطح هنلاقي ان عندي هنا الهول الخاص بالمصعد والسلالم، وده مفيد جدا اللي هو يبقى مفصول كده علشان لو عندي اي صيانات او اي حاجة تبقى ما تجرحش بقية السطح. عندي ترس صغير، غرفة خاصة بالفاميلي سيتنج مفتوحة ببارتيشن او ايا كان الجزء الزجاجي اللي هنا فاصلة عن البانتري او الاوبن كاونتر، مع صالة الجيم اللي برضو بص على تيرس خارجي. وعندي هنا حمام كامل عشان لو حد عايز ياخد شاور بعد الجيم، مع منطقة لوكرز ومغاسل. السطح الخارجي عندي منطقة الباربيكيو اريا وجلسة خارجية حدائقية مع وجود باوندري حدائقي علشان تبقى جلسة ظريفة. ده كده باختصار شرح المقترح الثاني، أرجو من الله إن هو ينول على إعجاب حضرتك. شكرا جزيلا، اتفضل في رعاية الله.